وفد الجنوب الليبي يثمن ويشيد بحرص الرئيس السيسي على تحقيق وحدة ليبيا واستعادتها سيادتها وأمنها. فشل محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية قبل أعياد الميلاد، والحريري يحذر من انهيار الدولة. وترامب يصدر عفواً رئاسياً عن 26 شخصاً من بينهم مسؤولون سابقون بحملته ووالد صهره كوشنر. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أصدر وفد الجنوب الليبي الذي قام بزيارة القاهرة بياناً ثمن وأشاد فيه بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق وحدة ليبيا واستعادتها سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشاد البيان بالجهود المصرية المتواصلة لجمع الأطراف الليبية على أراضيها، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا. كما رحب البيان بالدور المصري المهم لتقريب وجهات النظر وإحداث التقارب بين كل مكونات الدولة الليبية، وانفتاح مصر على الأطراف كافة الساعية لحل الأزمة من دون الانحياز لأي طرف. قالت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد إن الأسبوع الحالي شهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة بالفيروس. ونشدت زايد خلال مؤتمر صحفي المواطنين بالاستفادة من المبادرات الرئاسية والعلاج بالمجان، مشيرة إلى زيادة عدد المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، كما أكدت أن الدولة ستوفر لقاحات كورونا بالمجان. أعلن مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 1 مليون أمريكي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وقال روبرت ريدفيلد إن الولايات المتحدة قطعت مرحلة حاسمة بعدما أبلغت السلطات المحلية عن تلقي أكثر من 1 مليون شخص جرعة أولى من لقاحات كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم قبل 10 أيام، بالاعتماد على لقاح شركتي فايزر وبايو أنتاك الألمانية، إضافة إلى لقاح موديرنا. دعا رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت. وفي تصريح له بقصر بعبدة عقب لقائه الرئيس ميشيل عون، أكد الحريري أن لبنان بحاجة إلى حكومة من المختصين والكفاءات، لافتا إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت يوم 28 من ديسمبر لتجاوز حق نقض الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون الإنفاق الدفاعي. وحال أكد نواب الكونغرس الذين أيدوا مشروع القانون تصويتهم الأول، يصبح النص قانوناً رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رئاسياً عن 26 شخصاً من بينهم مدير حملته الانتخابية بول مانافورت ومستشاره السابق روجر ستون المدانين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وشملت أوامر العفو والد كبير مستشاريه وصهره جاريت كوشنر، كما خفف العقوبة عن 3 أشخاص آخرين وفقاً لما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز. وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم.